طبعا كل واحد عنده افكار وعنده خطط لتنفيذ ابتكاراته او عنده هدف للتميز في عمله. من خلال برنامج الماجستير في إدارة الابتكار لاحظت هناك تغيير كبير بين العمل السابق وطريقة دراسة الافكار بطريقة أكاديمية صحيحة. طبعا تعلمت أشياء كثيرة من استخدام الأدوات الأكاديمية في سرد البحوث و يعني أخذ التميز كمعيار أساسي في منهج. طبعاً البحث في مسألة الابتكار مجال كبير وتطبيق الأفكار وتغيير الأشياء لأمور أفضل كمنهج يستخدم في إن كان في العمل الحكومي أو العمل الخاص كأساس للدراسة في هذه الجامعة.